بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمته وبركاته. هناك ظاهرة مخيفة، هي لهذا يقول لك أنا مسلم، لكن وقت هكا تتعمق معاه في مفهوم الإسلام تجده فعلا يظهر لك من قبح طوية متاعه ويقول لك أنا رافض ذلك. تبحث عن السبب يقول لك انا اريد المسلمين السراق، اريد المسلمين الكذابه، اريد المسلمين يحبوا بالباطل، اريد المسلمين يسيئوا المعاملة ازواجهم، اريد المسلمين ما انا مغرورين، اريد. وهو صحيح، لانه هو اللي قال عن المسلمين ليسوا بالمسلمين، وهنا المشكل، حيث هو بناء على خطا. ولذلك حين رفض الاسلام تمثل له ان كونوكي ورفض فهو محق. لا يا اخي، الإسلام ليس كما رأيته من خلال الناس أو من خلال نفسك. الإسلام له مرجعيته، هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وما أورده ربنا سبحانه وتعالى على شخص النبي الطاهر عليه الصلاة والسلام، إنه الأمين وأمين الوحي قد اتصل بالأمين البشري وتمت الرسالة على أحسن الوجوه. أنت لم تعلم عنه شيئا، ومن رأيت مسلمون أول ناكرين للإسلام وأول من يتهم الإسلام باطل، وليس هم حجة بل دين الله حجة عليهم. ولهذا ربما قرأ القرآن والقرآن يلعنه، يقول يقول لا لعنة الله إلا الظالمين، فهم من هؤلاء إلا قليل منهم، والحمد لله هم، والحمد لله ما زال الرب يبارك فيهم. ولولاهم لكانت البشيرة العجب العجاب، لأراه ريح حمراء ولا زال زلزلت بهم الأرض وما ما لا يقدرون على دفع تلك المضار. اعلموا ان الاسلام ليس كما يراه الغرب، وخايف منه، وخايف من اللي جاوا عنده، وكانوا الناس يتمعشوا، وكانوا الناس يخطوا في نساء الخلق، وكانوا الناس يتاجروا بالمخدرات، وكانوا الناس اول من يجري للسلاح ما لا باش يضرب غيره بغير حق، وهو يظن نفسه على حقيقه وعلى هدى. هو بالحقيقه انسان منا تربى تربية سيئة في العالم الإسلامي بين ظفرين، وقت اللي خرج منا للغرب في باله مش يلقى ما يحب هو من نساء ومن سلطان ومن أموال، فإذا به تجرم. وشكون اللي ضر في المسألة؟ هي سمعة الإسلام. الإسلام يا ناس راهو إذا كان أنتم جملتوا به ليس هذا هو الإسلام، وأنا متحقق منكم لقد أنا عاشرتكم طويلا، رغم أغلبكم يبغى الإسلام في حقيقته، لكن تقية لكي لا يطعن في دينه يبغى نهار كل لون يصلي، نهار كل لون يزكي، نهار كل لون يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن في الحقيقة هي تمثيليات والله لا يحب ذلك. رب يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه ورد في سورة الصف. اعلموا أن الله يعلم سرائرنا، فيكفينا تمثيلا، والله سبحانه وتعالى يريد لنا خيرا، والشر آت من الشيطان الرجيم. ربنا أخبرنا أنه عدو مبين، وورنا ربي سبحانه وتعالى ما حدث لأبوينا في الجنة عليهما السلام، وكيف دلاهما، وكيف من أطمعهم في خلد وملك لا يبلى، الخلود لله وحده، ونحن ميتون أحببنا أم كرهنا. قل وحتى النبي عليه الصلاة والسلام إنك لميت وأنهم لميتون، ولهو وراءه أو أمامه الموت، فليتق الله قبل أن تفوته الفرصة. الإسلام لا يعود بكم أصلا، بل يعود بخير منكم، ربما يكون من الغرب أو الشرق، حتى الشرق الأقصى، ربما ربي يبعث فيهم ريح طيبة وفيقوا ليكونوا ما لا ملاذ لهم إلا ملاذ الإسلام. واليوم يحملوا الرسالة وانتم تقعدوا مقهورين مدحورين، وما ضيعتوا فرصتكم، ولا ربي لا يظلم احدا، واللي يحب كما يقولوا احنا بالعاميه يتملقط، ما يتملقطش مع خلقه، يكون مع خلقه متأدب، ولو سألت الأدب مع خلقي، لكن مع الخلق تكون متأدب. ولهذا ما تلبس لباس الإسلام، أنت يا أنثى شليقة، والله أعلم بيك اللوطة إيش عاملة، وكيفاش تحرك في جسدك كل شيء، منين هذا يجيك الاسلام؟ راهو الناس يا ناس ردوا بالكم، الاسلام ما جاش باش تعبدوا به، الاسلام جاء باش
حسوا بأحوالكم مع ربكم ومع أبواتكم ومع غيركم. أنتم حتى اللباس الإسلامي عبدتوا به، أما في القوانين الغربية ولا مجرد طرق ماش يقلب لكم خاكم ويدخلكم بخلي في حالة هول وتشريعات، أنتم عندكم بطنة وتممتم بالتشريعات، يجيو حاجة بسيطة جدا هي متصلة بالحرية البردية، ما تجيو تبغضوا الناس في حاجة بسيطة من الإسلام هي المظهر. أنا لابيل في بانوان، شوفوا من وصلت من الواقعة مع الله حتى ما حرفتوا الإسلام حتى كرهتموه لأنفسكم ولغيركم، ولكن الإسلام ليس هذا هو الإسلام. الإسلام ترجعوا له إذا كنت تحبوا تكونوا ناس عاقلين وناس متزنين وناس تكونوا منا فعلا متخلقين. هذا الإسلام خذوه من أصله قرآن والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك هذين الخيرين بفضل الله تعالى، ولا تجد ما تعريف الإسلام إلا من خلالهما. ونحمد ربي أنحنا أهل القرآن يكونوا نرتع في ذلك وننوص عقول ونطهر في أرواح ونحسن في أنفس ونطور في سلوكاتنا على أحسن ما يرام، والحمد لله تعالى لا يقهرنا إلا شيطان ونحن رافضين تلك ذلك الشيطان، فالعز لنا أولا وآخرا والعزيز اختارنا والحمد لله فهنيئا لنا. ونسأل الله أن يفتح عليكم يعني يفتح لكم بالعربية ويشرح صدوركم للإسلام وبيض وجوهكم يوم العرض عليه، وتحقوا اللي ولو تجيوا بخطة الأولى محتشمة مش تعرفوا الإسلام سوف لن تندموا، وتحقوا اللي مش تكونوا من الغانمين خير منا ربما لأنكم أنتم توليوا جديدي عهد بالإسلام وتوليوا تفهموه ربما خير منا وتوليوا متحمسين وتكونوا عندكم موتيفيشن يعني دافعية نحو الفهم الأكبر. وهنيئا لكم وللوحدة من أتباعكم ولا غير، نحن نريد الخير لنا ولغيرنا، وشنو اللي من جذورنا باش تكونوا انتم قادتنا؟ لا، القاده هي قياده حسب القيمه لا حسب ما ندعي، ولهذا كان ربي كتب لكم باش تكونوا قوات هنيئا لكم. لكن نحن نهى القران لحد الان احنا قوات والحمد لله تعالى، ونحن رينا هذا الفضل ونبيد المزيد. وربي سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. احنا شدة العذاب ولو كانت خبيبة فهي شدة لا نبتغي ذلك ولا نريد ولو لحظة من عمرنا لا في الدنيا وفي الآخرة. والسلام على من اتبع الهدى.